السلام عليكم يا شباب. الأيام الجاية بيكون فيها أمطار، وطبعا بتستمر يعني الأمطار، طبعا يعني بتجيك يعني أسابيع فيها أمطار وأسابيع ما فيه وأيام فيه، ولكن يعني أفضل طريقة إذا أرضيتك بلاط وما فيها ميول للموية، يعني قاعدة الموية زي المنقع لازم تفرغها، لأن الطيور يجيها مرض تنفسي، يسبب لها مرض تنفسي للطيور، والرطوبة إذا ارتفعت زايد على المعدل تموت الفراخ داخل البيضة، تنكتل حتى الطيور الكبيرة بيجيها مشاكل تنفسية. يعني إذا أنت أرضيتك بلاط بس فيه ميلان، يعني الموية تمشي نازلة ما عليك، ولكن إذا صار عندك منقع أو شيء لا، لأن الموية الكثيرة تسبب مشاكل للحمام. وننتبه من التيارات الهوائية، أحيانا مع الأمطار تجي تيارات هوائية، يعني هواء، وعلى ذلك أنا صلحت طقيت الشراع فوق تقريبا على أكثر الحوش، طقيت عليه شراع، وممكن أكمل بعد شراع ثاني. الشراع طابقين، دبلته طابقين وحطيته، بتشوفون الشراع في آخر المقطع، لأن التيارات الهوائية تتعب الحمام. يبغون يسبحون في موية الشرب بالقوة. السلام عليكم. الحين سقفنا هذا كله بالشراع، الحين أنا داخل الشراع، ارتفاعه فوق 3 متر، الحين وصلت للعشة، العشة ارتفاع 2 متر، هذا عشان الأمطار. عشة الحمام 2 متر، رفعنا أكثره 3 متر، ألين آخره حطينا على ارتفاع عشة الحمام 2 متر. هذا عشان الأمطار اللي تجي.